بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة ليلى رمضان عبد الله جويبر، عضو هيئة التدريس كلية التربية طرابلس، ورئيس قسم الدراسة والامتحانات بالكلية، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الليبية لعلوم التعليم، وكذلك الأمين العام بالاتحاد الرياضي النسائي. الشيء اللي خلاني ننطلق في مهنة التدريس أو أتخذ مهنة التدريس كمنهاج أعمل لي وتميزت في هذا المجال، لأني أولاً أحب مهنة التدريس كرسالة سامية، وبالتالي وجدت نفسي في مهنة التدريس وأبدعت فيها. وكعمل إداري توليت عدة مناصب قيادية وإدارية وحققت نجاحات كبيرة جداً فيها، وهذا بشهادة الشهود. وبالتالي نتمنى أن نبدع في هذا المجال أو نتعلق. فيما يخص الجانب الرياضي كهاوية، توليت منصب عضو في الاتحاد التنفيذي لكرة اليد على مستوى ليبيا، وحاليا الأمين العام في الاتحاد الرياضي النسائي. فالمرأة في ليبيا يجب أن تكون تقتحم كل المجالات وتثبت وجودها. خططنا المستقبلية طبعا بحكم إشهارنا الجمعية الليبية لعلوم التعليم، فحنهتم بمجال التعليم، مناقشة القضايا اللي تهم التعليم، تعزيز قيمة المعلم في العملية التعليمية. وبالتالي إذا اهتمينا بهالشريحة هذه أكيد حيكون في تغيير وتحديد للتعليم، وبالتالي ينعكس على مستقبل ليبيا إن شاء الله. النصيحة أن لابد من اقتحام كافة المجالات، دع الخوف بعيدا جدا، ولابد من خوض التجربة سواء كان في المجال المهني أو في المجال الاجتماعي وفي منظمات المجتمع المدني، لأن البناء الصحيح للمرأة يعطيك مجتمع ناضج تقدر تتحدى به وترتقي به.